وضعت حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا أوزارها بعد 15 يوم من المنافسة السياسية بين 19 مرشحا، يرى المراقبون أن 3 منهم فقط تمكنوا من حجز حلبة الصراع. الكتلة الأولى هي ما يعرف سابقا بالأغلبية الرئاسية وما يعرف حاليا بكتلة الميثاق والتي تدعم المترشح سيدي والشيخ عبد الله. الكتلة الثانية التي تقف وراء المترشح أحمد الداداه المعارض السابق للنظام وللطايع، والكتلة الثالثة هي ما تعرف اليوم بالتيار الثالث والذي يقف وراء المترشح الزين والزيدان. لكن بعض الأطراف السياسية ترى أن والزيدان مرشح النظام السابق وتتحدث عن دعمه بالمال والرجال من طرف والطايع وعقيلته. بالنسبة للرئيس السابق كما قلت مرارا وتكرارا لم تكن لي به أي صلة منذ انتهاء النظام السابق ومنذ الانقلاب، لا هو ولا عائلته المقربة، وكل ما ينتشر الآن هو وفقط شائعات المهزمين الانتخابات إن شاء الله. وعلى العموم اتسمت هذه الحملة الانتخابية بالهدوء الأمني والانضباط السياسي، وإن كان لبعضهم ملاحظات على البرامج السياسية للمرشحين. هذه الحملة جرت في ظروف لا بأس بها، إلا أن كانت حملة أكثر هي حملة فولكلورية من هي حملة برامج سياسية. كما يتساءل الموريتانيون عن مصادر المال السياسي الذي قد يؤثر في إرادة الناخب. هذا المال السياسي تقلغل في كافة الأوطان، كافة الأماكن وفي كافة المحلات وفي كافة الأطياف السياسية، وكان له دور بالغ وتأثير بالغ على إرادة الناخب. لكن ما هو رأي اللجنة الوزارية المكلفة بالمسار الانتقالي؟ الإجراءات صارمة أنه بالنسبة للنصوص القانونية وبالنسبة للتعليمات التي تم إصدارها إلى السلطات الإدارية والقضائية أنه كلما تم تحديد أي شكل من هذا النوع فستفتح تفعل الإجراء المسطرة القانونية. وفي الوقت الذي تؤكد فيه سلطات موريتانيا استعدادها التام لإجراء الانتخابات بحياد تام وشفافية مطلقة، انتشرت في البلاد بعثات للمراقبة الدولية من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، إلى جانب وسائل الإعلام الدولية والعربية. للمرة الرابعة تشهد موريتانيا انتخابات رئاسية، لكنها المرة الأولى التي يتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس ليس معروفا لديهم مسبقا، كما أنها المرة الأولى التي ينتخبون فيها رئيسا على لائحة انتخابية موحدة عليها 19. محمد عبد الرحمن، محمد فؤاد، قناة أبوظبي، نواكشوط.